منسوخه بتلبس باي مبلغ رشوه من اللي قال عليهم. انا مش منسوخه تلبس ولا في تسجيل فيديو ولا في مكالمه فيها ركن واحد من اركان الرشوه يا جماعه. وانا ما في انا بيقولوا خدت الرشوه في رمضان قاضين عليا في العيد الكبير. دقيقه واحده وانا هقول حاجه بس. الايه 40-41 من سوره السوره: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. وربنا هيوريني العذاب الاليم في كل انسان ظلمني، لان انا مش متصوره ولا باخد رشوه ولا بتسجلي مكالمه برشوه ولا ممسوكه تلبس برشوه، والحكم بيقول مصادره اموال الرشوه، مبالغ الرشوه.